السلام عليكم. الله الله أكبر الله أكبر الله السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لي أن أسألك بخصوص الذي فعلته للتو؟ لقد ترتب علي السجود البعدي ولكن نسيت، فلما تذكرته أتيت به مستحضر القول ناظم العبقري وذاكر البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول يا فتى. أي أن المصلي إذا نسي السجود البعدي يأتي به متى ذكره ولو بعد طول مدة. قال الشيخ ابن عاشر: استدرك البعدي ولو من بعد عام. جميل، وماذا عن السجود القبلي؟ سأحكي لك قليلا مما أذكره عن شيخنا في هذه المسألة. أما بخصوص السجود القبلي فنميز فيه حالتين: الحالة الأولى إن تذكره بعد زمن قصير ففي هذه الحالة يأتي به على هيئة السجود البعدي، والحالة الثانية إن تذكره بعد زمن طويل. فنميز فيها حالتين كذلك، فإن ترتب هذا السجود عن سنتين أو أقل فإنه يسقط عنه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإن ترتب هذا السجود عن ثلاث سنن فأكثر فإن صلاته تبطل في هذه الحالة ولا شيء عليه. أفهمت الآن؟ نعم، بارك الله فيك وعلمك العلم النافع.